السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت معاكم قبل كده الفلافل من الألف للياء، يعني عملتها من أول ما كانت فول لحد ما حطيتها في أكياس زي ما انتم شايفين كده وحطيتها في الفريزر. النهاردة بقى قلت أعمل معاكم إزاي نسويها. هي لها كم حركة كده أو تكة، لو عملناها تطلع معانا. بص، زي ما انتم عارفين أنا ما بحبش أقول بره، بره ده مش حاجة، إحنا نعمل أحسن من المطاعم ونعمل أحسن من أي حد بيعمل إن شاء الله. ده كيس من اللي كان في الفريزر، انا طلعته من بعد الفجر وسبته خلاص طري اهو، بقى كويس جميل ما فيش فيه، يعني خلاص كله كويس. هنا هنيجي هنا للحاجات اللي هنستخدمها. عندنا هنا سمسم وكزبره مجروشه، مجروشه مش مدقوقه، بس دقتها في الهون دقتين ثلاثه كده بحيث انها ايه، بس بسم الله اتفتفتت كده، بس ده اللي انا عايزاه. وملح وكمون وبيضه وشويه ميه، بس كده، بس كده اهو، ما فيش حاجه غير كده خالص. لا بحط بيكنج باودر ولا بحط كربونات، الكربونات بتسودها والبيكنج باودر بينفخ، احنا مش ناقصين. زي ما قلنا يا جماعه في المرتبه الاولى الصحه اهم من الشكل ومن الطعم، ومع ذلك انا اقول لكم ان الطعم هيطلع زي الفل ان شاء الله. نبدا بقى نشوف هنعمل ايه. هنبدا هنا بقى ناخد كيس الفلافل اللي عندنا اللي احنا طلعناه من الفريزر وسيبناه يفك اهو، نفضيه كده بسم الله. هاجي اخد معايا هنا الملح والكمون، الحاجات التانية دي السمسم والكزبرة المجروشة هحطها وانا بسويها في الزيت. احط شوية ملح وكمون كده مش كتير، اخلط ده كله ببعضه. انا بطلع كيس واحد يا دوب، الكيس كويس بالنسبة لنا احنا تقريبا خمس اشخاص في البيت، يعني ده كويس مع جبنة مع طماطم مع خيار، يبقى افطار كويس جدا. يعني اقلب ده كله ببعضه واجي هنا اخد البيضة اليتيمة دي بسم الله، افتح عليها كده. في ناس تستغرب بس والله انتوا جربوا جربوا بعدين احكموا. اخد البيضة كده بصوا واقلبها كلها كلها كده زي ما احنا شايفين. اعدل الكاميرا شوية تمام كده. التقليبة دي بقى مهمة جدا جدا جدا، هي دي بقى اللي بتظبط الفلافل، ان اقعد اقلب فيها كده حوالي خمس ست دقايق، شوية مية صغيرين بصوا، بس حاجة بسيطة خالص بحيث انها تنعمها بس شوية. افضل بقى اقلب كده لحد ما احس ان الفلافل دي بقى فيها زي الفقاعات كده. احنا لو لاحظنا اصلا الناس بتوع الفلافل او المطاعم اللي بتعمل الفلافل هتلاقيه حاطط في وسط العجينة اللي زي كده حاجة زي العمود كده بتلف باستمرار، وهو ده السر، ده السر اللي بيخليها منتفخة كده وجميلة ان شاء الله. يعني افضل بقى اقلب كده اهو لحد ما تبقى زي ما قلت لكم، تحس ان فيها زي الفقاعات كده، زي تحس انه فيها زي الصودا، شويه ميه نقاط ميه مش كتير. انا هي البيضه اصلا كده كده هتنعمها، يعني انا ما بحطش زي ما قلت لكم لا بيكنج باودر ولا كربونات، كربونات بتسودها جدا. ميه برضو بسيط شيء لا يذكر كده، افضل باستمرار 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 كده اقلب فيها. دي بدات اهي خلاص، بس عشان الكميه بسيطه يمكن مش باينه قدامكم قوي، بس هو انا بقى على فكره الاكل اللي بطبخه او الحاجات اللي بعملها انا ما بزودش خالص عن احتياجنا، يعني هطبخ زياده وارميه ليه؟ لا، هو اللي بناكله هو اللي انا بطبخه بصلا، مفيش حاجه غير كده يعني. باستمرار باستمرار، هي بص الحركه دي بس اللي متعبه شويه عشان الواحد يقعد يلف فيها شويه، بس صدقوني هتديكوا نتيجه هايله جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي. انا عايزه بس اعمل كل حاجه قدامكم عشان تعرفوا ان الحاجات سهله، يعني ما بتحتاجش لا خبره ولا حاجه، هي بس حاجات بسيطه كده نسويها هتظبط ان شاء الله. هي بدات اهي خلاص يطلع فيها زي الفقاعات كده، شوفوا هتحسوا ان لونها تغير عن ما كنت انا حطاها، بدأت تنعم مره والفول تحس ان هو داب كده بقى دايب زي السكر تمام كده. كده كويس قوي، بس اروح بقى احط الزيت على النار واخليه يسخن ونشوف هنعمل ايه. وهنا في طاوله فاضيه على النار حطيت فيها زيت، حطيت حته صغيره كده اختبر الزيت اشوفه احتر ولا لا، وهنبدا بقى ان ايه نسويها. هنبدأ هنا بقى شوية مية صغيرين بس،
ابل ايدي منهم كده الاثنين واخد حته كده. بسم الله. انا مش عايزاها كبيره قوي، بصوا ما بحبهاش يعني تكون اقراص كبيره، لا الطريقه دي حلوه. واخد بقى من السمسم والكزبره عليها كده، على ايدي الثانيه بالراحه عشان هي طريه جدا كده ماشي. وابدا هنا بسم الله احط في الزيت برضو، هعيد الكره كم مره، ابدا اعيدها. وممكن اخد من الحاجات دي برضو، هي هتيجي على ايدي كده، انا مش بعملها كبيره ما بحبهاش كبيره يعني كده، بيبقى شكلها حلو وطعمها برضو حلو، ما بحبش الكبيره قوي دي، بس بحيث ان انا احط عليها الكزبره والسمسم مع بعض كده. هوريكم هالفين بقى في الزيت، يعني ما بتحتاجش تتقلب دلوقتي خالص يا جماعه، بس زي ما قلت لكم بتحتاج بس انها ايه تقعد بس تمسك نفسها كده، وبعدين نبدا نقلبها اهي زي ما احنا شايفين كده. انا بس عشان اقلبها معاكم كلها مره واحده بعمل بسرعه بس كده، زي ما قلت لكم انا مش بحبها اقراص. عندي بصور لوحدي وبشتغل لوحدي شويه، شوفوا اهي حمرا وجميله وملهاش حل. خليكم انتوا هنا عند الزيت وانا بكمل. بسم الله. مش اي حاجه يا جماعه، الفلافل جميله، وفي ناس بتشتكي انها بتفك منها، هي بتفك لو انت ما عجنتيهاش كويس، او ما سبحان الله كنت حاطه لها ميه زياده، يعني لها حاجات كده معينه لازم الواحد يلتزم بيها. نشوف المستوى ان شاء الله الاثنين دول كويسين اهو. وهشة احلى حاجه فيها يا جماعه، بصوا ان هي هشه يعني مش 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 تقيله، خفيفه، تحس انها زي الاسفنج. لاحظوا انا ما حطيتش فيها بيكنج باودر ولا كربونات ولا الحاجات دي خالص، انا مش بفضلها يعني، ممكن نحط الحاجات الطبيعيه احسن، زي البيضه اللي حطيناها احسن من البيكنج باودر اللي بينفخ مش حلو. السمسم والكزبره بيدوها طعم جميل، بالذات الكزبره الناشفه يعني بصراحه بتديها طعم خطير. هنا بقى ده كده خلاص ابدا اطلع دول. روعه. بص لازم اسيبها شويه، ما اقلبهاش على طول، بس لازم تاخد لون من تحت، لو قلبتها على طول هتتفتفت مني هتروح في الزيت، مش هستفاد منها حاجه. وفي ناس بتشتكي انها اول ما بتحطها في الزيت بتفرقع كده وبتفتك وكل حته بتروح في مكان، دي عشان هما بيحطوا لها بيكنج باودر كتير. تمام كده. والله كانت من امنيات حياتي ان انا افتح محل فلافل، محدش يضحك بس دي امنيه والله، او مطعم مصري الاكلات المصريه، لاني بصراحه بشوف الاكلات المصريه هنا تحت الصفر في المطاعم بصراحه، بشوهوا المطبخ المصري يعني، لا اتقان ولا تقديم كويس مش حلو خالص. خلي يشاور نفسه كده وعايز يفتح مطعم يجي ويشاركني ونفتح سوا ان شاء الله، وهنكسب والله. بسم الله. جميلة وريحتها ما اقولكوش، يا ريت يا ريت ان الجوال كان بيوصل الريحة، كنت شميته فلافل ملهاش حل. لاحظوا انا مفيش ولا واحده عندي اتفكت ولا واحده راحت في الزيت، كله زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. جميل. قلبها كده برضو ياخد، زي ما قلت لكم الكميه دي حلوه قوي قوي ان شاء الله، يعني بتكفي وتفيد كمان، مع بقى مع جبنه مع خيار مع طماطم، هي الفلافل حلاوتها مع السلطه يعني، خيار وطماطم كده وجرجير بس اقول لكم. بس يعني
يعني الناس في حاجات بسيطه والناس عامله لها معضله انها صعبه وانها مفيش حاجه صعبه. احنا لو مشينا صح كل حاجه تمشي صح ان شاء الله. احاول ان انا اجيبها بس على قد السكه. لاحظوا ان انا ما قطعتش الفيديو، سبته من اول ما حطيت لحد ما شلتها. هو طول شويه معلش، بس عشان يعني هو الفيديو كله هيبقى 5 6 7 دقايق بالكتير، يعني مش هيطول قوي عن كده. تمام، يعني بقى عندنا كم واحدة بسيطين. واهم حاجة برضو يا جماعة الزيت يكون سخن، الزيت سخن ده من نجاحها. يعني لو حطيناه الزيت بارد هتتقطع كده. حركة اللف اللي انا وريتها لكم دي جميلة جدا جدا بصراحة، روعة. يعني معانا اهي، بصوا حاجة من الاخر، يعني جميلة 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 جميلة. وهنا الفلافل او الطعمية خلاص معانا اهي، حطيتها بقى في طبق التقديم، وزي ما انتوا شايفين كده يعني الريحة لوحدها تكفي، جايبة من اول الحارة لاخرها. هنا عجبكم بقى يا جماعة الفيديو، دعمونا بلايك.